بدون كلام. بدون كلام. بدون كلام. لا الأسئلة هي سهلة، بس أنا برضو أحب في البداية إن أنا أحيي ضيوفنا الليلة دي، نوال أبو الفتوح ميمي جمال، علاء ولي الدين، هالة فاخر، أحمد راتب، نديم. بدون كلام. أنا هبتدي ب ميمي جمال. أيوه خلي بالك إيه يا ميمي، ركز معايا تاني بالتقيل. صعب يا ميمي. لا يا مسهل. لا لا ميمي كويسة. لا لا صعب قوي، ما أصعبش عليك يا ميمي. هو لو حسين ركز هيقول. أنا مركز معاك من زمان. جاهزة؟ أيوه نادي. تعالي في وسط الدايرة. فين؟ مصر. مصر. من كلمة واحدة. ست كبيرة. البخيل. لا. كلمة واحدة. حد معاه زوم مغرب. با ميم. أول حرف ميم. بقاش معاه زوم مغرب. اسم. اسم. اسم ست. اسمها إيه بتاعت فرنسا دي؟ فرنسا دي إيه؟ اللي هي سين. البرنسيسة. لا لا أهدى. سلومي. 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 عشان انتوا عرفتوها لكم اولا 10 نقط لنهون. الاستاذ علاء ولي الدين. يا فندم. يا كريم يا رب. يا حنان يا منان. خلي بالك. اكنه صاحي بدري وطالع على الشغل يعني خلاص بقى. افتح عندي كام بقى؟ فيلم مسرحيه. نادين. فيلم قديم يعني. اوكي. كام كلمه؟ اثنين. اوله اول كلمه. الثانيه الاول. لا اللي في النص. الثانيه علاء. تعالى كده شويه. ده احنا شايفينه وعايش لي دعوه بيه. لا عشان ما علاء. ايوه تعال كده. لا ايوه بقى بتضيع وقت. برافو عليك. تعالش مالك. تعالش مالع خد نورك. يا حسين. البقرة. الجاموسة. تحلب. لبن. لبن. لبن قشطة. زبادي. قشطة. قشطة. اسكت يا حسين. الأولانية. مش يمكن تطلع. سيد قشطة. سيد قشطة. برافو علاء. مين أبطال سيد قشطة؟ الفنان الأستاذ عادل أدهم. عادل أدهم. و معالي زايد. سهير البابلي. وإلهام شاهين. سهير البابلي. الهام شاهين. سهير البابلي وإلهام شاهين. إلهام شاهين. إلهام شاهين. إلهام شاهين. وسهير البابلي وعادل أدهم. أستاذ عادل أدهم. ومن إخراج إبراهيم عفيفي. برافو. برافو. صح. 10 نقط للفريق ده. أستاذ حسين الشربيني. ركزوا معايا. ركزوا معايا. مش عايز أمد إيدي على زمايلي. يلا نادين. فيلم. فيلم. فيلم قديم. قديم. سوري مش فيلم. معلش. لا مش فيلم. يا سمير كان ممكن يضللنا. دي استني يا نادين بقى عشان وثقت. خلاص تاني 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 تاني. اتفضل.
رنوة. رنوة مطرب ولا مطربة؟ ايه؟ مطربة. مطربة. مطربة قديمة؟ موجودة؟ ولا ماتت؟ مش عارف. الله. طب اول كلمتين، اول واحدة ايه ده؟ ايه ده؟ دق ضرب صوت. مين هي مين المطربة؟ لحظة شك. طب ايه التانية؟ رنة خلخالي. رنة خلخالي. رنة خلخالي. يا شبشب الهنا ماشي بيفلفر في المايه. التانية رنت ولا الأولانية رنت؟ التانية الأولانية رنت. رنت خطوتي. رنت 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 جابي الجزمة الصندل القباب. قباب ما انا قلت رنت. ما عمال تقول قباب. ما عمال تقول قباب. قلت رنت قباب. عمال تقول قباب. ده ما سمعتهاش. لا قلناها والله. قلنا رنت قباب. قلنا رنت قباب. احقاقا للحق ميمي قالت رنت قباب. انا قلت اهو ميمي قالت رنت قبالي بس انا سبتها. شوف ايه يا حسين معلش ما سمعتهاش. بعدين الاستاذ حسين يعني هي اغنيه للاستاذ الكبير بليغ حمدي وغناء الفنانه الكبيره شاديه رنت قبابي. فلانك عرفتيها وانا ما حبيتش اتدخل يعني معلش ما انا هحسبها بس هديكي خمس نقط عليها زي ما تشوف. خمس نقط للفريق الاول. بدون هلا فاخر. ايه يا حسين ده عمال تقول لك انت ذباب؟ قلت كمان انا ذباب. قولي فيلم ولا مسرحيه ولا فيلم؟ مسرحيه مسلسل 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 من كلمتين الاولى الثانيه الاولى بيعصر الاولى عصر الحب الحب عصر الحب. برافو. لا 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 10 نقط للفريق عشان إجابة الأستاذ أحمد. بجدارة لحظة مين أبطال عصر الحب؟ هي رواية مسلسل عصر الحب رواية نجيب محفوظ. عصر الحب إلهام شاهين صح؟ نوال أبو الفتوح. أيوه ركزوا معايا. حاضر يا مسهل يا رب. شد حيلك يا نوال. ربنا يسهل. شد حيلك احنا ركز انت في اللي بيتقال. ماشي يلا يا جماعه جعان عايزين يلا يلا يا نادين. فيلم فيلم ولا مسرحيه؟ غنوة. غنوة اغنيه. راجل ولا ست؟ ست. ست. ام كلثوم الله يرحمها. فايزه احمد اول كلمه. اول كلمه هجرتك يا لا. هجرتك هجر هجروا وهجرتك هجروني وقدرت تهجم لا طيب فيها هجر يعني فيها التانية ايه؟ التانية ايه؟ لا مش تهجم. التانية ايه طيب؟ تهجرني ليه؟ او تاكل بطاطس ليه؟ الايام الليالي الايه طيب لا يعني بت ايه جواب جواب, جواب ولا رساله طب ايه دي لا فهميني ايه دي ده حب ده ايه حب مذكرات تليفون طب ايه ده قولي لي بتشتغل كنفه ايه بتغني يا ماما بتقول ايه تهجرني بحكايه حكايه يا ماما تهجرني بحكايه جيني بحكايه وبسمع كلام ها انا اقول كده اسمع كلامك حدوته قعد شويه عيال صغيره واحكي له حكايه ان ما غلبتك ورايا برافو لحن مين معلش معلش لا محمد عبد الوهاب صح برافو يبقى هنا هتاخد خمس نقط عشان عرفت ده هي انا عايز مساعدات من الساده الجمهور مساعدات حد يكون مخه متفتح من الجمهور غيرنا متفتح متفتح يعني مش عارف ليه حسيت انك متفتح اتفضل تعالى بيه ايوه هنا لابس وحد متفتح هنا تعالى طب خدوا حكايه
فين المتفتح؟ أصلاً يا فين؟ احنا كده مش حلوين يا عم. زهرة المتفتحة. كان هيقع المتفتح. بس المتفتح ده طويل. متفتح. متفتح خالص. عشان تعرف. اتفضل. عشان كده متفتح. الأخ اسمك إيه؟ أستاذ متفتح. رامي، حيوا معايا الأخ رامي. فيلم ولا مسرحية ولا إيه؟ هو معاه شخص. شخص. كاتب. بيغني؟ كاتب بيغني. كاتب أغاني. كاتب أغاني. إسماعيل الحبروب. مصري. من كام كلمة؟ ثلاث كلمات. أول كلمة. الكلمتين الاولانيين زي بعض. ايوه زي بعض. اوكي اللي في النص لا مش مهم اللي في النص، قول الكلمتين زي بعض. جبران خليل جبران. يا سلام يا احمد. برافو برافو عليك. برافو عليك. عشر نقط للاستاذ احمد راتب الفريق هنا رامي. بدون كلام. يلا نادين. ايوه اصحى معايا بقى. فيلم. ايه اغنيه شخصيه مسرحيه. انا مسلسل. مسلسل. مسلسل ايه؟ مسلسل ايه؟ من كام حلقه؟ من كلمتين. كام حلقه؟ الاولانيه. الثانيه. الكلمه الثانيه. الثانيه. ست. بنت. امراه. بنت. بنات. بنات. البنات. اخو البنات. لحظة واحدة. اخو البنات. محمود ياسين. ايوه. والهام شاهين. كان في اثار الحكيم. اثار الحكيم. ودوس عبد الحميد. و ونبيل. اخو البنات. اخو البنات. اخراج محمد فاضل. اخراج محمد فاضل. وكان في كل المجموعة الكبيرة دهيا. وهقول لكم يعني برضو معلومة من رغدة شخصيا عن مسلسل اخو البنات. اخو البنات. اخو البنات صح؟ محمود ياسين. البنات محمود ياسين وفردوس عبد الحميد وليلى. مش كده كانت ليلى؟ ليلى علوي. ليلى علوي والهام شاهين. والمسلسل ده طلع سامح انور. كان اول عمل ليها. محمد فاضل. محمد فاضل. وكان عصام الشماع السيناريست. ما اتخانقتوش كل الستات دول مع بعض؟ كل البنات كلهم. لا خالص يعني. خناق ما كانش فيه خالص، بالعكس كان فيه وحدة حال. حلوة كانت. انما انا سبت المسلسل من النص ومشيت. وبقوا يتكلموا عليا بقى، راحت وجت وعملت وسوت. سبتي المسلسل؟ سبته. زعلان يعني ولا ايه؟ سبته. ما قدرتش اتأقلم وقتها مع مجريات يعني، او الوضع اللي كان موجود. شكرا لرغدة. طن انا بقى هقول لكم على حاجة. فتحوا معايا كويس قوي. فتحوا قوي. النتيجة سخنة. أيوة. المرة دي يعني. أيوة. فيلم. 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 قديم. قديم. موجود. يعني. طيب. يعني نص طيب. من كم كلمة؟ من كم كلمة؟ كلمتين. الأولى. الأولانية. الثانية. الطوق. إيش الفندق؟ لا. أي رغدة؟ الحجارة. حجر. حجر. حجر الدائرة. حجر الدائرة. أنا اللي قلت. حجر الدائرة. خلاص 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 خلاص. أحمد زكي تأليف محمود أبو زيد. وأحمد في أحمد زكي وفي معالي زكي. وإلهام شهيد. لا 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 لا. حجر الدائرة. حجر الدائرة. اقعدي يميني. أحمد زكي. اقعدي يميني. طب محمود عبد العزيز. اقعدي يميني. طب أحمد زكي. اقعدي يميني. اقعدي يميني. أنت قاصي النمر. اقعدي يميني. طيب. هم قالوا. اقعدي يميني. طيب. إحنا قلنا حجر الدائرة. ليلى علوي. ايوه. الهام شاهين. ايوه. صفيه العنبي. والبطل كان حسين فهمي. واخراج راضي. وانا كنت في الفيلم. وحضرتك كنت. وانت مش عارف. يا خمس نمر. مش عارف. حسين هو الدايق. انا افلامي كتير. كان الحجر بقى هو واحد. الفريق اللي بيضم رامي وعلاء ولي الدين وهالة فاخر واحمد راتب 40 نقطه. 44 دي. أربعة يبقى أربعة. أربعة صحيين. صحيح. وإحنا بقى. وإحنا.
الفريق اللي بيضم احمد نوال ابو الفتوح ميمي جمال وحسين الشربيني احمد 30 نقطة. لا ايه يا حسين؟ لحظة واحدة. وبذلك يبقى ده الفريق الفايز، واشكركم ونلتقي في حلقة قادمة من ها؟